نحن اليوم فخورون في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على الاتحاد حاكم إمارة الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير على تولي مسؤولية مشاريع مهمة على مستوى مدن إمارة الشارقة، مشاريع وهي علم دولة الإمارات في مدينة خرفكان، مدينة كلباء، مدينة دبا ومدينة الذيد. في هذا العام نحن اليوم نفتخر برفع العلم، رفع علم دولة الإمارات في مدينة كلباء وأيضا في مدينة دبا ومدينة الذيد، مدن رئيسية في إمارة الشارقة راح تتميز بعلم دولة الإمارات يرفرف في مناطق رئيسية. تم اختيار كل منطقة بناحية أين المواقع الرئيسية في كل مدينة، ووضعنا علم دولة الإمارات. سوف نرى علم دولة الإمارات يرتفع شايقا على ارتفاع 75 متر. سارية دولة الإمارات سوف تصبح معلم رئيسي من معالم كل مدينة في مدن إمارة الشارقة، بالإضافة راح تستضيف فعاليات على مستوى العام، فعاليات ثقافية، فعاليات وأنشطة، وتتعاون مع جميع المجالس في كل مدينة بحيث تصبح هذه المناطق الرئيسية ميادين ثقافية. أما في مدينة دبا، هي المدينة المتميزة التي تقع على منطقة متميزة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فتم اختيار موقع السارية على ضفاف القناة التي تم إنشائها مؤخرا على ضفاف جزيرة الحصن. الحمد لله رب العالمين. اليوم نحن 2 ديسمبر إن شاء الله 2013 سنرفع العلم في مدينة دبا الحصن، السارية في دبا الحصن. السارية هي 75 متر تقريبا، ونحن كأهالي دبا صراحة فخورين. في مدينة الذيد تم اختياره على مدخل الذيد، وهي تعتبر المدينة التي تقع في وسط إمارة الشارقة.
بداية أتقدم بالتهنئة لمقام سيدي صاحب السمو الدكتور شيخ سلطان بن محمد القاسمي على هذه المكرمة الذي أهداها مدينة الذيد أو المنطقة الوسطى. هذه الهدية القيمة في هذا اليوم القيم وفي هذا اليوم الذي اعتدنا أن نحتفل فيه، لقد احتفلنا قبل ساعات برفع هذا الرمز، رمز دولة الإمارات العربية المتحدة على سارية العلم في ميدان العلم. كلباء تم اختيار الموقع على ضفاف بحيرة كلباء في موقع متميز، في المستقبل إن شاء الله سوف يصبح هذا الموقع هو الموقع الرسمي والمميز للاحتفالات الوطنية في مدينة كلباء. بداية أود أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي أهدى سكان كلبة المقيمين والمواطنين بمناسبة العيد الوطني 42 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أهداهم أجمل هدية وأغلى هدية ألا وهو علم دولة الإمارات المتحدة